السلام عليكم. اليوم ان شاء الله بغيت نتشارك معكم واحد القفطه اللي انا ان شاء الله وجدته العيد. كما كتشوفوا عندنا هنايا جوهره اللي هي بالبيض، جوهره النوع الممتاز، وخدمتها هنايا بالراندا، الخيط الرقيق اللي كيكون على جوج، ودرت هنايا جوزه اللي كتكون جوزه جاكار، وزوقتها بالعقيق. انا فضلت بان نخدمهاش بالعقيق، فضلت بان تنخدم الجوزه جاكار وندير هكايا دويدات على شكل وريضه، عاد حطيت وسط منهم العقيق كما كتشوف هذا الشكل، ودرت هنايا سته ديال الكوزات باش يلاه كيجي صدر مواتي لاي وحده كتلبسو، كيجي داك سته الكوزات كيجيو الصدر هو هذاك. وبالنسبه للكل هنايا ملي كنوصل لهذا الفوق هنايا كنفرقو وكندور هنايا بالنصف ديال الكوزه اللي درت هنا، كندير هنا غير النصف كما كتشوفو، كتجي على هذا الشكل هذا. حتى الدويدات كندير غير النصف ديالهم بهذا الشكل هذا، ومن هنا كندير غير سنينات سنينه ديال واحد باش كتجي خفيفه وكتجي زوينه. وبالنسبه للكمام انا فضلت بان ندير الدريس اللي هو صغير ديال جوج، درت ثلاثه دريسات بحال هكا كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا، ودرت عقيقه ثلاثه دريسات وعقيقه كيجي خفيف وراقي بزاف. وبالنسبه للملاقيه كما كتشوفوا هنايا لاقيت غير بالدقه ديال واحد، كتجي خفيفه وكتجي راقيه. والموديل الثاني كما كتشوفوا هنايا عندي، انا عندي هنايا مليفه في الباج، واختاريت بان ندير فيها دريزات، قررت بان ما نديرش دريزات كما كتعرفوا بان الباج ديما كيدخلوا فيه المارو، انا اليوم ان شاء الله بغيت نخالف، دخلت فيه هنايا الموف ودخلت فيه هنايا الغوز انديان، ودرت فيه الباج ودرت هنا وريقات ودخلت فيهم شويه ديال الدويدات كما كتشوفوا هنايا، كيجي الشكل ديالها جميل وراقي. وبالنسبه للراندا هنايا انا اختاريت ندير كوزه هنايا صغيره مشبكه، ودرت هنايا هذه راه ماشي الواي، هذه راه اكس، هاد الخدمه سميتها اكس، وهنايا كوزه كتجي كوزه اللي هي مشبكه، وكما كتشوفوا انا هبطتها تلت حتى الخديمه، كتجي خفيفه وكتجي جميله الشكل ديالها. هاد القفطان فيه خديمه هابطه تلت حتى كيجي خفيف وراقي بزاف. وفي الكول هنايا اختاريت بان ندير غير الدريس ديال جوج، كيجي تري شيك بزاف وراقي. وبالنسبه للكمام حتى هما درت فيهم دريس غير ديال جوج، كيجي هكايا الشكل ديالو جميل وخفيف وكيجي راقي بزاف. وبالنسبه للملاقيه انا هذا القفطان هذا قررت بان نخيطو غير بالماكينه، كيجي خفيف بزاف كما كتشوفوا هنايا، كله طرقتو غير بالماكينه، درت ليه الخديمه غير في القدام وفي الكمام والكول فقط. كنتمنى بان هاد الموديلات اللي قدمت لكم ينالوا الاعجاب ديالكم، الى عجبوكم وبغيتو تخدموهم مرحبا بكم، تواصلوا معايا في القناه ديالي واشتركوا فيها، توصلوا كاع بالجديد اللي كنحط، ومرحبا بكم، سلامه.